بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول اليوم دراسات موقع لمشروع مستشفى، وهو أحد البحوث المقدمة من قسم هندسة العمارة جامعة السامراء. ناخذ هسه مقدمة عن المستشفى، وهي مؤسسة للرعاية الصحية توفر العلاج للمرضى من قبل طاقم طبي وتمريض متخصص ومعدات طبية. وأفضل أنواع المستشفيات هو المستشفى العام الذي يوجد به عادة قسم للطوارئ لمعالجة المشاكل الصحية العاجلة التي تتراوح بين ضحايا الحريق والحوادث إلى النوبة القلبية. من أنواع المستشفيات مستشفى عام اللي يتم إعداده للتعامل مع العديد من أنواع المستشفى والأمراض والإصابات. واثنين، مستشفى المقاطعة، من تكون مستشفى المقاطعة مرفق للرعاية الصحية الرئيسية مع وجود عدد كبير من الأسرة للرعاية المركزة والعناية الحرجة والرعاية طويلة الأجل. ثلاثة، مستشفى متخصص، تشمل أنواع المستشفيات المتخصصة ومستشفيات التأهيل، مستشفيات الأطفال، مستشفيات كبار السن وإلى آخره. أما المستشفى التعليمي، يجمع المستشفى التعليمي ما بين تقديم المساعدة للأشخاص والتدريس لطلاب الطب والتمريض. وخمسة، العيادات، وهي المنشأة الطبية الأصغر من المستشفى، عادة يطلق عليها عيادة، وتدار من قبل وكالة حكومية للخدمات الصحية أو شراكة خاصة من الأطباء في الدول التي يسمح بها بالممارسة الخاصة. نلاحظ المشروع يعني ثبت على مدينة سامراء، وهاي باللون الأحمر هو موقع المستشفى العام سعة 400 سرير. إذا درسنا نقاط النظر والعناصر المهمة في مدينة سامراء، راح نلقي بالقرب من هذه الموقع المستشفى معملوية سامراء، وباللون الأخضر موقع علي الهادي، مرقد الإمام علي الهادي. وعندنا بالفلكة اللي تؤدي إلى موقع المستشفى هو جامع الرزاق. فإذا هاي مقتربات المشروع. نجي على الموقع نفسه، الموقع هو 210 متر في 144 متر، وهي مساحة تقدر ب 30270 متر مربع، ملائمة لمستشفى سعة 400 سرير. نلاحظ اتجاه النورث هو بالأعلى، فإذا أحسن زوايا السقوط للأشعة الشمس خلال الصيف والشتاء هي جنوبية إلى جنوبية شرقية بزاوية 35 درجة بالنسبة لمدينة سامراء. نلاحظ السقوط الأشعة الشمس بسبتمبر 22 23 ومارش 21 22 تكون الزاوية مائلة، هاي زاوية السقوط 50 درجة. وبالنسبة لحزيران 21 22 هاي تكون بزاوية 73 متر، هي منفرجة. وفي الصيف تكون زاوية السقوط 83 أيضا منفرجة، وتكون بسعة طاقة إيجابية أعلى. أما بالوينتر فتكون حوالي زاوية السقوط حوالي من 35 إلى 40 زاوية سقوط الشمس. إذا جينا على تأثير درجات الحرارة في مدينة سامراء، نلاحظ أنه متوسط درجات الحرارة في نطاق سامراء تتراوح بين 48 درجة في تموز وآب، وإلى ما دون الصفر في كانون الثاني. ويعتمد هذا على الموقع بالنسبة لخطوط العرض والارتفاع عن مستوى سطح البحر والخصائص الجغرافية للمنطقة. هنا نلاحظ ارتفاع درجات الحرارة تصل إلى تقريبا 40 إلى 41 درجة مئوية في يعني عند الساعة 12 ظهرا. نجي على تأثير الرياح، نشوف وردة الرياح وتمثل لنا معدل هبوب سرعة الرياح. نلاحظ أنه الرياح السائدة هي شمالية إلى شمالية غربية، فالمدينة بشكل عام صحراوية يعني حارة صيفا
باردة شتاءً، يفضل وجود الرياح القوية في الأجواء الرطبة تساعد على زيادة تبخر الماء من المسطحات المائية بوجود الحرارات العالية، مما يساعد على تبريد الأبنية من خلال ممرات هوائية بين الأبنية. نلاحظ تأثير الأمطار، تتركز الأمطار في مدينة سامراء في 3 أشهر وتتساقط بشكل قليل بعدها بشهرين، أما الثلوج فلا تتساقط، لكن في بعض الأحيان يتساقط البرد وتسجل من 1 إلى 4 حالات في السنة. هاي خلال شهور السنة نلاحظ بس 3 أشهر هي وجود الأمطار وشهرين تكون باردة. زين، تأثير الرطوبة هسه، معدل الرطوبة النسبية حوالي 30 إلى 70 درجة مئوية، أما بالفضاءات تحتوي على مواد قابلة للتلف فيجب أن تتراوح الرطوبة النسبية بين 40 إلى 60، وهذه الدراسة تساعدنا في توقيع بعض المناطق والفعاليات داخل المستشفى الآن. نلاحظ محاور الوصول إلى المشروع، عندنا شارع القادسية باللون الأسود، وشارع مجمع درة السكني باللون الأصفر، وشارع حي الإفراز باللون البنفسجي. فإذا هي هاي الشوارع الرئيسية التي تؤدي إلى منطقة المستشفى العام. أما حركة السابلة والسيارات أيضا من خلال هذه المحاور، نلاحظ الكثافة العالية راح تكون بشارع القادسية، والكثافة المنخفضة راح تكون بشارع الشارع المجمع در السكني، أما حي الإفراز فتكون بكثافة متوسطة، وهذا يساعدنا على سرعة الوصول إلى المستشفى. أما بالنسبة للنقاط الدالة فعندنا النقطة الأولى هي محطة وقود الصالح، الثانية هي جامع الشهيد صالح، 3 مجمع در السكن يكون كلش قريب عليها، و4 يكون مركز الصحي مال حي الإفراز. فإذا هي هاي النقاط الدالة إلى مشروعنا. نلاحظ بالنسبة لارتفاعات الأبنية المجاورة تتراوح بين طابق واحد باللون الأصفر وطابقين باللون البرتقالي، مع عدد قليل من الأبنية ذات 3 طوابق، وهذا الموقع باللون الأحمر. أما بالنسبة موقعها كلاند يوز استعمالات الأرض، ف يعني صممت ضمن موقع ضمن السايت الرئيسي لاستعمالات الأرض في سامراء كمستشفى. أكو خدمات تعليمية باللون الأزرق الفاتح، ومناطق سكنية أيضا بمجاورة إلها، وتكون يعني موقع المشروع ملائم للاستعمال فيه. نلاحظ السكاي لاين يعني بالنسبة للمجاورات هو مفتوح وطابق أو طابقين المجاورات إلها، هذا مقطع طولي إله. إذن عندنا نقاط القوة لهذا المشروع، موقع المشروع بالنسبة للنقاط القوة هو قريب من مركز المدينة، موقع المشروع ضمن المناطق المخصصة للخدمات الصحية، إمكانية الوصول إلى الموقع بسهولة ومن أكثر من محور، قلنا شارع الإفراز وشارع القادسية ومشروع الدرة السكني. الموقع يقع على شارع رئيس من جهة الجنوب وشارع فرعي من جهة الشرق، الجهة الشمالية محاطة بالمباني ذات النمط البناء العمودي فتعمل كمصدات للرياح، وجود منتزه بالقرب من موقع المشروع يحسن البيئة الخضراء المحيطة به. أما نقاط الضعف فقرب المشروع من المناطق السكنية قد يسبب ضوضاء للمشروع، هاي النقطة الضعف الوحيدة. أما الفرص بالنسبة لأهمية المشروع وقرب الموقع من مركز المدينة يوفر زيادة أعداد كثيرة لمنطقة المشروع، يساعد على التطور وزيادة فرص العمل والاستثمار. أما التهديدات، عندنا إمكانية وجود مياه جوفية في موقع المشروع، فهذه هي ما توصلنا إليه في هذا الموقع، وهو يدل بوضوح أنه نقاط القوة تساعد على إقامة هذا المشروع. شكراً وإلى لقاء آخر.